شو دول بيقلعوا بطاطس ده. أنا أول مرة، لا ده أنا أول مرة أشوف تقليع البطاطس، والله أول مرة أشوف. كل سنة وأنتم طيبين. الصنف إيه يا ريس؟ صنف البطاطس إيه؟ صنف البطاطس إيه؟ اسمه إيه؟ قار. طب اللهم صل وسلم على سيدنا. هي المكنة اسمها ايه يا ريس؟ بتطلع البطاطس. هي شبيهة بالدرنات. يعني ده حاجة تطوير نحن المصريين. هذه الآلة هي محلات يقوم طلع البطاطس من الأرض. هي في الأصل من البداية كانت شاهد تكون بشرق الأرض واستخراج البطاطس منها. هذا ما لدينا عن استخراج البطاطس من